من جهة أخرى افتتح الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مستشفى الدور الجراحي مثنيا على الجهود التي بذلت في إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين. وأكد محافظ صلاح الدين خلال تجواله في أروقة المستشفى واطلاعه على أقسامه أن حكومة المحافظة ستقدم كل الدعم من خلال توفير العلاجات الدوائية والأجهزة المتطورة ليقدم خدماته بشكل مميز للمراجعين، معلنا أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء مستشفيات حديثة تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدم. وشدد الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن قطاع الصحة يحظى بأولوية استثنائية كونه على تماس مباشر مع حياة المواطنين.